نبدأ يا شباب بالبروبلمز. انا هجيب لك الثري ايكويشنز وانت تكتبهم بقى الكالكيولتر زي ما شرحتك في حصه الشرح. طيب هنا عايز الكرنت في كل سيركت او في كل واير، مش مديك الدايركشنز، فحط انت تفضل الدايركشنز. مثلا هنا خارج اسمه I1، هنا مثلا خارج اسمه I1 I2 سوري، هنا مثلا خارج كده واسمه I3. اي افتراضات هتعملها صح، اي افتراضات هتعملها صح، تمام. طيب دي اول بوينت، نبدأ نطبق تي سي ال عند النقطة دي. مين داخل للنقطة؟ والله كلهم داخلين، I1 والI2 والI3 كلهم داخلين للنقطة. حد خرج؟ لا، يبقى زيرو. دي كده اول ايكويشن. طيب بعد كده نبدأ ناخد بقى كي في ال. عندي كام لوب؟ والله عندي اللوب دوت ان امشي بره خالص هنا كده اهو كده، ادي واحد، وممكن امشي هنا اللي هو كده كده، ده اللوب التاني عظيم جدا، ودي اللوب التالت، ممكن امشي هنا، اختار اللي يعجبك. انا مثلا هاخد لوب هنا وهاخد مثلا اللوب اللي بره خالص. بس الاول انا شايف حاجه غريبه كده، شايف ان هنا في internal resistance صح، فلازم ارسمها بره واكتبها 1 اوم عشان ما انساهاش. نفس الكلام هنا 2 اوم عشان ما انساهاش. طب الكرنت مش كنا متفقين انه خارج كده صح؟ يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. كرنت كان خارج كده، البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. كرنت هنا كان اسمه ايه؟ I2. كرنت هنا كان اسمه ايه؟ I1. كرنت هنا كان اسمه ايه؟ I3. تعالى بقى نبدأ ناخد لوب، نحط مثلا الأسامي كده بتاعتنا، نسميها مثلا A B C D. اوكي، دي انا همشي A B C D اللي هو في المربع اللي فوق ده، همشي هنا كده، همشي هنا كده، تمام. يلا بينا، هبدأ من A والف كلوك وايز. يبقى اول حاجه هتقابلني نيجاتيف 20، بعد كده بلس 1 اي 1 ماينس 2 اي 2 بلس 30 ايكوال 0. نودي الارقام الناحيه الثانيه، نيجاتيف 20 بلس 30 تدي لك بوزيتيف 10، تروح الناحيه الثانيه تبقى كام؟ نيجاتيف 10. يبقى الايكويشن الثانيه هي عباره عن 1 اي 1 ماينس 2 اي 2 ايكوال نيجاتيف 10، تمام. دي كده الايكويشن ايه؟ رقم 2. ايكويشن رقم 3، ايكويشن رقم 3 هتبدأ ان انت تمشي مثلا في اللوب اللي بره خالص. هبدأ مثلا من ايه؟ انا همشي كده اوكي بره خالص، همشي هبدأ من ايه وهمشي كلوك وايز. يبقى برضه هي اول حاجة تقابلني نيجاتيف 20 بلس 1 اي 1 برضو، بعد كده بلس بقى ايه 15، ال 15 فولت. يبقى انا مشيت كده اهو ونازل دلوقتي على مين؟ على دي. طيب دي دلوقتي الكرنت كان ماشي فيها ازاي؟ الاي 3 اكيد جاي من هنا كده اهو، يبقى بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا. فوانت بتقراها هتقراها ازاي؟ او انت اوريدي بتمشي كلوك، يبقى انت مشيت كده فهتقرا النيجاتيف الاول. يبقى هكتب ايه؟ هكتب ماينس 5 اي 3 ايكوال 0. ونرتب الايكويشن 1 اي 1 ماينس 5 اي 3 والارقام اللي بعتها الناحيه الثانيه، نيجاتيف 20 بلس 15 بنيجاتيف 5 تروح الناحيه الثانيه تبقى 5. يبقى دي كده رقم 3. دول كده ال 3 ايكويشنز. طيب عظيم جدا، نبدأ ان احنا نجيب ال currents من على الكالكليتر. هيطلع معاك نعملها بسرعة كده على الكالكليتر اهو، مود 52، يبقى هكتب هنا 1 1 1 0 المعادلة التانية 1 نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 10 المعادلة التالتة 1 0 عشان الاي 2 مش موجود نيجاتيف 5 و 5. طيب نمسح بقى الكلام ده عشان نكتب. طلع لي اول حاجه خالص ان الاي 1 نيجاتيف 2.35، وطلع لي ان الاي 2 3.82، وطلع لي ان الاي 3 نيجاتيف 1.47. طيب النيجاتيف ده يفرق معاك في ايه؟
معناه بس ان الدايركشن اللي انا افترضته غلط، بس ان بس مش معناه ان حلك غلط، الافتراض بس بتاع الكرنت هو اللي غلط. يعني ايه؟ يعني الاي 1 مش رايح يمين كده، لا هو المفروض راجع، ده معنى الكلام. انما يفرق معنا في حاجه ولا اي حاجه كده؟ انا جبت الكرنت في كل باتري، عايز بقى البوتنشال ديفرنس اللي على كل باتري. طيب ارجع تاني بقى اعمل ايه؟ هرجع امسح الكلام ده كله، اكن هنا في فولتميتر وعايز قرايته. فالفولتميتر اللي على الباتري اللي فوق اكيد هيقرا في بي ماينس اي ار، الفي بي ب 20 ماينس الكارنت بكام، تاخده زي ما هو نيجاتيف 2.35، والار بون زي ما هو، متفقين؟ هيطلع معاك 22.35 فولت. طيب اكن هنا في فولت ميتر وعايزين قرايته، يبقى فولت ميتر طهيره كام؟ في بي ماينس اي ار، يعني 30 ماينس اي فار. الاي طلع معايا عادي جدا 3.82، والار بي 2 هيطلع الانسر معاك 24.35. طبعا التالتة مش محتاجة، فولتميتر 3 مش محتاج لأن الانترنال بزيرو أصلا، فهو يقرأ 15 فولت على طول. عايز بقى البوتنشال ديفرنس اللي هنا، خلاص ال V equal I 4 على طول، ال I بتاعتها ال I 3 اللي احنا جبناه. اكتب بقى نيجاتيف ولا مكتبهاش؟ مش لازم تكتبها لأن هيطلع معاك بالنيجاتيف، فمش مشكلة يعني، دي مش تفرق في حاجة. انما اللي عايز اقول لك في المسألة دي، لما يطلع كارنت معاك بالنيجاتيف كمل بيه في حساباتك، كمل بيه في حساباتك، تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حليناه في الشرح فهعديه. نبدأ رقم 3، the current passes through the 12 volt battery ال VB1 equal كام؟ طيب أنا معايا إن هنا في 3 أمبير طالعين، بوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، ومعناش البطارية دي بكام. الكارنت اللي خارج مثلا من هنا ممكن أسميه I1 مثلا أو I2، I2 وهيعدي هنا، ده بلس ده اللي هو 3 بلس I2، 3 بلس I2 تمام. أو تعالى نسميه I3 عادي، بس أنا قلت لك تحاول تقلل النونز، فأنت هنا ممكن تسميه I3 أو ممكن تسميه I2 بلس 3 مش تفرق، تمام. طيب تعالى الأول نسميه اي 3 زي ما احنا، عكس ما احنا متعودين، هسميه مثلا اي 3 اكني بضيف انون زياده، بس هنا مساله سهله شويه بصراحه. وادي نيجاتيف وادي بوزيتيف، مش انا دلوقتي لو اخدت لوب هنا في المنطقه دي مش انا كده على طول هحسب الاي 3؟ ليه؟ لان مفيش اصلا انون غيره. اي نعم انت الاي 2 مش معاك، بس مش هيظهر معاك في المعادله لان مفيش اصلا هنا ريزيستنس يظهر فيها. تعال نجرب، هبدا من هنا واحلف كلوك، همشي كده يعني، تمام. يبقى اول حاجه هقراها ايه؟ positive i 3 في 6، بعد كده minus 12 equals 0، بس كده خلاص. يبقى عرفت ان الاي 3 بكام؟ ب 2 امبير على طول. خلاص يبقى انت عرفت ان الاي 3 ده ب 2 امبير، يبقى الكرنت هنا ب 2 امبير، تمام. يبقى الكرنت هنا بكام بقى؟ الاي 2 ده يكون بكام؟ ما انا هطبق هنا بقى كي سي ال عند النقطة الخضراء دي، هطبق كي سي ال. يلا مين داخل؟ والله الاي 2 داخل له، رايح للنقطة الخضراء، وال 3 امبير رايح للنقطة الخضراء. خرجوا بكام؟ خرجوا ب 2. يبقى الاي 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. يا مستر طب ما انا كان ممكن اشغل دماغي برضو واقول لا ان ده مش رايح كده، ده راجع، عشان يطلع معاك الانسر بكام؟ ب 1 على طول. قال يعني مفيش ايه؟ قال يعني مفيش نيجاتيف، يعني مش تفرق في حاجة. انا اصلا ما كنتش محتاج احسب الكلام ده على فكره، بس بوريك ان احنا بنحسبه. هو كان طالب منك اساسا ايه؟ كان طالب منك الفي بي 1، ولا حتى كنت مضطر ان انا احسب الاي 3 اساسا. هو عايز مني ايه؟ تعال نبص كده، هو عايز مني الفي بي 1. لا هو كان كاتب الكرنت في ال 12، خلاص اوكي مش مشكله، يبقى احنا حسبناه له برضه 1 امبير. يبقى 1 امبير ماشي كده و2 امبير ماشي كده. هو بقى عايز في بي 1. طب انا ممكن من الاول اصلا اخد اللوب اللي بره، فاهم؟ من الاول اصلا. يلا بينا، نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف،
هبدأ مثلا من هنا وهلف عكس الساعة، يبقى هكتب نيجاتيف في بي 1 بلس 3 في 3 بلس 12 ايكوال 0، وهات بقى ال في بي 1 هيطلع 9 و12. تطلع كام 9 و12؟ هيطلع يا سيدي الانسر معاك 9 و12، نحسبها كده 9 و12 طلع 21 فولت. يبقى ال في بي 1 ايكوال 21 فولت. هنا عايز الكرنت اللي معدي في 20 اوم وبقيمة الار وقيمة الفي بي، عايز ده وعايز ده، وعايز الكرنت اللي فين؟ الكرنت اللي هنا كمان، ثلاث حاجات. طيب تعال نطبق الاول كده كي سي ال. انا عندي هنا 0.2 ماشي كده اهو، وهنا في 0.25 ماشيين كده، يخشوا هنا يبقوا كام؟ 0.45 امبير. فاحنا كده اصلا جبنا اول سؤال على طول. عايز قيمة الفاليو بتاعت الار. طب ما هو انا لو اخدت لوب هنا هبقى جبت الار خلاص. انا لو اخدت لوب هنا كده هبقى جبت الار. يلا نجرب. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، لان الكرنت هنا ماشي كده اهو، هو ده رسمه مظبوط. هبدأ من عند النقطة مثلا دي نقطة ايه والف كلوك. يلا هكتب بوزيتيف 4 في 0.25 بلس 20 في 0.45 بلس ار في 0.25 ماينس 14 ايكوال 0. زي ما هي كده اكتبها لي، شيفت سولف على الكالكوليتر هيطلع معاك الار قيمتها، هيطلع الار قيمتها كام؟ 16 اوم. بعد كده عايز الفي بي، هاخد لوب الناحية التانية ممكن برضو الف كلوك زي ما انا. هبدأ مثلا من النقطة دي نقطة مثلا بي والف كلوك. دي اول حاجة هتقابلني بوزيتيف في بي ماينس، ما هو ده هنا في ماينس بقى عشان الكرنت ماشي كده، يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا تمام. طب وفوق كرنت طالع، البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. يلا بينا، انا هبدأ من بي والف كلوك. يبقى بوزيتيف في بي ماينس 5 في 0.2 ماينس 20 في 0.4 ماينس 10 في 0.2، رجعت لنفس النقطة يبقى ايكوال 0. يبقى أنا بدأت من هنا مشيت كده 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 لغاية ما رجعت ايه للبي تاني. هكتب كل الكلام ده على الكالكليتر وأشوف الفي بي تطلع لي كام، أو هودي كل ده بعكس إشارته الناحية التانية فيطلع لك الفي بي ب 12 فولت. طيب السؤال اللي بعده برضه هعديه عشان قلناه في الشرح، واللي بعده برضه هعديه عشان قلناه في الشرح. نيجي بقى من اول 7، عايز اي 1 واي 2 واي 3. النوع ده من المسائل وبرضه نوع الالوان الافكار اللي جايه، طالما في بارلل او سيريس خلصهم على طول مع بعض. فانت هنا لو فكرت كده وطبقت هنا 1 هيبقى ده 1، لو عديت الناحيه التانيه هيبقى هنا 2، فعشان ده سلك فاضي فدي برضه تبقى 2، وبعد كده بقى هنا 3. هتلاقي طبعا الاربعه اولها 1 واخرها 2، والستة أولها 1 وآخرها 2، وال 12 أولها 1 وآخرها 2. فإذا التلاتة دول كده بارلل مع بعض، فأنا هعمل إيه؟ هرسمهم كلهم مكان واحدة فيهم. يبقى أنا همسح الأربعة، همسح الستة، وأخليها مثلا إيه مكان ال 12. هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك أربعة. سوري هيطلع معاك 2، هيطلع معاك 2 تمام. طيب شكل الرسم هيبقى عامل ازاي؟ ممكن نرسمها تاني. ادي الاتنين اوم، وادي اي 1 ماشي هنا، وادي الباتري ام 5 فولت، وادي هنا في 3 اللي هو الفرع المايل ده فردته بس اسمه 3 اوم، والكرنت ماشي فيه اسمه اي 3. وعندي هنا بص بقى دي ودي ايه علاقتهم ببعض؟ هما نفس الواير اهو، نفس الواير، يبقوا ايه سيريس مع بعض ب 7. يبقى هرسم ايه اي 2 ماشي فيها ودي 7 اوم، وهنا في ايه الباتري اللي هي بكام دي، هنرسمها بس مظبوط شويه، اللي هي بكام 10 فولت.
بس كده تبدأ تحط الايه البولاريتيز بتاعتك، نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. خلاص نفس القصة بقى، نفس السيستم. هتاخد بقى كي سي ال واتنين كي في ال. يلا بينا. كي سي ال عند النقطة مثلا دي، مين رايح لها؟ الاي 3 رايح، يبقى الاي 3 رايح للنقطة اهو. طب وتقسم لكام وكام؟ تقسم لاي 2 وتقسم لاي 1، يبقى ايكوال اي 1 بلس اي 2. لا انا لازم اخلي الانونز في ناحية بشكل المعادلة، اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0. دي كده اول ايكويشن. تعالى ناخد لوب فوق. هبدأ من عند نفس النقطة، هسميها ايه مثلا؟ هلف كلوك، هلف كلوك. يبقى اول حاجة هتقابلني نيجاتيف 3 اي 3 ماينس 2 اي 1 بلس 5 ايكوال 0. لا لازم اخليها ايكوال رقم، يبقى نيجاتيف 2 اي 1 ماينس 3 اي 3 ايكوال نيجاتيف 5. دي كده معادلة رقم 2. ناخد لوب تحت برضو من عند نفس النقطة، وهلف كلوك وايز برضو. فأول حاجة هتقابلني نيجاتيف 10 بلس 7 اي 2 بلس 3 اي 3 ايكوال 0. لازم نخلي المعادلة ايكوال رقم، نفس السيستم بقى خلاص، 7 اي 2 بلس 3 اي 3 ايكوال 10. هتكتب الثلاث معادلات على الكالكوليتر، هيطلع لك اي 1 واي 2 واي 3. نيجي هنا نفس الكلام، 1 2 3 3 4. يعني واضح ان دي اولها 2 واخرها 3، ودي اولها 2 واخرها 3. باذن الاثنين دول ايه؟ باذن الاثنين دول بارل. هلمهم مع بعض على الكالكليتر، 4 في 3 على 4 زائد 3 بدل كام؟ 12 على 7. يبقى شكل الرسم اصلا، شكل الرسم عامل كده، ادي 1 اوم. وقال لك ان الارب 1 اوم واللي فيه ب 250، يبقى هنا في 250 فولت، وفي النص هنا عندي 12، 12 على 7، وعندي هنا 2 اوم، وعندي هنا 500 فولت. طب فين الكرنت سمستر؟ ما هو دي 2 في بي، خد بالك عشان كده قلت 500، لان الفي بي الواحده ب 250، ف 2 في 250 ب 500. هبدا بقى اطبق الكي سي ال. طب فين الكرنتس؟ هفترض الكرنتس من دماغي، هنا اي 1 طالع، هنا اي 2 مثلا، يتجمعوا هنا ينزلوا يبقوا اي 3. واحط البولاريتيز بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. ونفس القصه ابدا اخد واحده كي سي ال عند النقطه الحمراء دي، مين داخل؟ اي 1 واي 2. مين خارج؟ الاي 3. يبقى اكتب ايكوال اي 3، بعد كده اخليها ايكوال رقم، يبقى ادخل اي 3 جوه، يبقى اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0. دي كده اول معادله. عندي كام لوب؟ اتنين، واحد يمين واحد شمال. هبدا من عند النقطه الحمراء دي برضو والف كلوك. يلا اول حاجه هتقابلني نيجاتيف 2 اي 2 بلس 500 ماينس 12 على 7 اي 3 ايكوال 0. لا لازم اخليها ايكوال رقم، يبقى نيجاتيف 2 اي 2 ماينس 12 على 7 اي 3 ايكوال نيجاتيف 500. ادي كده معادله رقم 2. اللوب اللي على الشمال هبدا من نفس النقطه الحمراء والف كلوك. يبقى اول حاجه هتقابلني بوزيتيف 12 على 7 اي 3 ماينس 250، اطلع كده نشوف، بلس 1 اي 1 ايكوال 0. نودي الرقم الناحيه الثانيه، يبقى ال 1 اي 1 بلس 12 على 7 اي 3 ايكوال 250. دي كده معادله رقم 3، وتدخلها مع الكالكليتر. بس ارجوك وانت بتدخلها مع الكالكليتر مثلا في معادله رقم 2 ما تنساش بقى ان الاي 1 مش موجود، شايف قدامك هنا اي 1؟ مش اي 1. يعني لو انت بتملى الخانه بتاعت اي بي سي دي، هتكتب 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 12 على 7 نيجاتيف 500. فاهم؟ انا بس باكد عليك لان الموضوع ده بتنسوه، فالغلطه الواحده بس في كرشوف بتودي المساله كلها غلط. النوع دي كلها انواع مباشره يعني، بس النوع الطويل شويه. هنا برضو اي 1 واي 2 وفي بي. المساله دي اقدر احلها بطريقتين. الطريقه المباشره العاديه جدا اللي هي 3 انون في 3 ايكويشن، بس هنا بقى عايزك تبدا تتعود ان مش لازم دايما الانونز بتاعتك اي 1 اي 2 اي 3 تبقاش حافظ. الانونز بتاعتك ممكن يبقوا اي 3 انون، ممكن يبقى اي 1 واي 2 وفي بي،
I1 و I2 و R، R1 و R2 و R3، VB1 و VB2 و VB3، أي تلاتة أنون أيا كان شكلهم إيه، فاهم؟ تعال الأول نحلها بالطريقة العادية ونشوف الطريقة الإيه يعني الكريتيف شوية. يلا بينا. أول حاجة بس نحط البلايتس بتاعتنا، نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. طيب هبدأ إن أنا أطبق أول حاجة كي سي ال عند النقطة الحمراء دي مثلا. مين داخل؟ ال 0.34. مين تاني؟ وال I2. مين خارج؟ ال I1. نرتبها يبقى I1 minus I2 equal 0.34. أدي equation. ناخد لوك يمين، يلا هبدأ من عند نفس النقطة، سميها ايه مثلا، ولف كلوك زي ما هو راسم. يبقى هتبقى 6I1 plus 4 في 0.34 minus VB equal 0. ودي الرقم الناحية التانية، يبقى 6I1 minus VB equal negative، الرقم ده بكام بقى؟ 0.34 في 4 1.36، تروح بالنيجاتيف يبقى اهو نيجاتيف 1.36. دي كده ايكويشن رقم 2. ناخد لوب التاني، هبدأ من نفس النقطة الف كلوك، يبقى برضه 6I1 minus 9 بلس 3I2 equal 0. يبقى نرتب المعادلة، هتبقى 6I1 بلس 3I2 equal 9. واخد بالك في التلات معادلات مين هما الأنونز؟ هما الـ I1 والـ I2 والـ VB. فلو أنت بتكتبه مع الكالكليتر، أول معادلة هتكتبها إزاي؟ بص الأول معادلة كده فوق أهي اللي بالأزرق دي، هشرحها دلوقتي بالأزرق أهي دي، هتكتبها إزاي؟ هتكتب لي 1 نيجاتيف 1 0، لأن الـ VB مش موجود، كأن الـ VB دي هي الـ I3 بقى، فاهم؟ بس هي مش موجودة. طيب والرقم اللي بعد equal 0.34، هكتبها معاك على الكالكليتر حالا اهو. يبقى هكتب ايه؟ 1 نيجاتيف 1 موت 5 2، هكتب 1 نيجاتيف 1 0 يبقى 0.34. المعادلة اللي بعدها مين موجود؟ هلونها لك بالاخضر عشان تبص معايا اهي دي. مين موجود؟ I1 ب 6، I2 موجود؟ لا، هكتب مكانه 0. ال VB نيجاتيف 1، الرقم اللي بعد ايكوال نيجاتيف 1.36. اخر حاجه خالص 1 و3 و0 9، سوري 6 و3 0 9، لان الفي بي مش موجوده. هتطلع معاك الكتر ان الاي 1 بكام؟ ب 1.11، واي 2 طلع معايا 0.77. الفي بي بقى الرقم الثالث اللي هيطلع 8.04. يبقى انت دلوقتي، يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ اعتبرت ان النونز بتاعتك هي I1 و I2 ومش بقى I3، لا VB. تمام. هنا برضو نفس القصة، بس هنا ايه، في سيري سوبرال كتير، فممكن ان احنا نلمهم مع بعض. بص يا سيدي، مبدئيا كده واضح ان ال 12 سيريس مع السبعة سيريس مع الواحد ده، فهرسم فرع واحد هنا جواه كام؟ جواه 20، 20 اوم. وادي 10 اوم زي ما هي، طبعا دي الباتري ايه زي ما هي برضو، وهنا في ايه 10 اوم في النص زي ما هي. عندي فوق هنا باتري برضو ارسمها زي ما هي اهي ب 20. بص بقى ال 1 اوم مع الخمسة سيريس مع الشيل دي كلها سيريس، لم الشلة دي كلها كده، دول سيريس بستة، دول سيريس باتناشر، الاتنين مع بعض باربعة، يبقى اربعة وخمسة واحد، هيطلع كام برضو؟ هيطلع 10. وبقت مسألة عادية جدا، انت اللي هتفترض الكرنت من دماغك، وهتفترض برضو I1 I2 I3 بالطريقة اللي تعجبك. انا هقول بس ان الكرنت خارج من هنا، يعني الكرنت ماشي كده اسمه I1، هفترض ان الكرنت خارج برضو من هنا ماشي كده اسمه I2، اتقابلوا هنا دخلوا هنا اسمه I3، وابدا اطبق الرول كي سي ال عند النقطه الزرقاء. هيبقى عندي I1 بلس I2 ايكوال ال I3، هبدا ادخلها جوه، فتبقى نيجاتيف I3 ايكوال 0. دي كده اول معادله. هاخد لوب يمين ولوب شمال، لوب اليمين الاول هبدا من نفس النقطه الزرقاء والف كلوك،
بس احط البيرت ليت عشان ما اتلخبطش. بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. يلا هبدأ من نقطة ايه والف كلوك في اللوب اللي على اليمين. اول حاجة هتقابلني 10 اي 3 ماينس 20 بلس 10 اي 2 ايكوال 0. ودي النيجاتيف 20 الناحية التانية، يبقى 10 اي 2 بلس 10 اي 3 ايكوال 20. دي كده معادلة رقم 2، دي رقم 1 ودي رقم 2. يلا اللوب اللي على اليمين، اللوب اللي على اليمين هبدأ ان انا ابدأ من نقطة ايه والف كلوك. هيقابلني دي كام؟ دي 30 فولت. بوزيتيف 30 ماينس 20 اي 1 ماينس 10 اي 3 ايكوال 0. ارتبها يبقى نيجاتيف 20 اي 1 ماينس 10 اي 3 ايكوال نيجاتيف 30. ده كده ايه؟ ده كده معادلة رقم 3. هبدأ ادخلها مع الكالكليتر. يبقى هكتب اول معادلة 1 1 نيجاتيف 1 0. تاني معادلة اي 1 مش موجودة، هكتب 0. اي 2 قدامها 10، اي 3 قدامها 10، الرقم اللي بعده ايكوال 20. اخر معادلة اي 1 بنيجاتيف 20، اي 2 مش موجود، اي 3 نيجاتيف 10، الرقم اللي بعده ايكوال، الرقم اللي بعده ايكوال نيجاتيف 30. هيطلع معايا كالكليتر اي 1 0.8، اي 2 0.6، اي 3 1.4 امبير. كده انا جبت ايه؟ جبت الكرنتس. خلاص انا همسح بقى كل الستبس دي، همسح كل الستبس دي وايه، واحل الاسئله اللي بعدها اللي هي ايه بقى اللي هو طالبها دي. بس 1.4 امبير اي 3. كده احنا جبنا الريدنج بتاعت الاميتر اللي هو الاميتر بيقرا اي 1 اللي هو الكرنت اللي هنا اللي احنا اتفقنا انه ماشي كده. خليك فاكر، وده افترضنا انه ماشي كده وده كان طالع كده. هنا افترضنا ان اسمه اي 1 وهنا افترضنا اسمه اي 2 وهنا كنا افترضنا اسمه اي 3، ومعناها قيمهم خلاص تحت اهي. تمام. طيب هو عايز بقى البوتنشال بين اي اند بي. طب ركز معايا كده، ادي الاي والبي، ادي النقطه اي والنقطه بي. فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنمشي من الاي للبي، بس فين الكهرباء اصلا؟ الكرنت ماشي كده، قيمته كام؟ قيمته 0.6. هيجي عند النقطة دي ويتقسم، حبة يخشوا فوق وحبة يخشوا تحت، فانت كده لازم تقسم الكهرباء. هات لي بقى الجزء ده كده بره هنا عشان نعرف نتعامل، غير بس نسكت كده عشان نعرف نرسم. عندي فوق 8 سوري 6 وعندي تحت 12، وادي 0.6 داخله تتقسم عليهم. هتطبق الكرنت ديفايدر. يلا انا عايز الكرنت اللي في 6، اكتب ايه؟ المقاومه الثانيه على مجموعهم في الكرنت اللي داخل، هيطلع معاك 0.4. يبقى في فوق 0.4، يبقى اكيد في تحت 0.2. قسمت الكهرباء، ارجع تاني لاصل الرسمه. يبقى انا عرفت ان هنا فوق في كارنت، بس هرسمه كده، قيمته 0.4، وفي كارنت ماشي كده 0.2. بحط البولاريتيز بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طب وتحت نفس الكلام، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. هو عايزك تمشي من الاي لحد البي، انا همشيها كده. تعالى نعملها بلون مختلف، همشيها كده اهو كده. يبقى ال VAB equal اول حاجة اقابلها نيجاتيف 2 في 0.4 بلس 8 في ال 0.2. ممكن برضو تمشيها من الطريق التاني، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك نيجاتيف 2 في 0.4 بلس 8 في 0.2، هيطلع معاك كام؟ 0.8 فولت. خلاص خلصنا منها. اخر واحدة عايز البوتنشال عند اكس. البوتنشال عند اكس، قلت لك لما تجيب البوتنشال ات بوينت هتمشي من البوينت دي لحد الجراوند. طب عندي كام طريق؟ دور معايا على اسهل طريق، والله مش فارقة كتير هما كلهم زي بعض.
فانا همشيها مثلا من بره خالص، همشيها كده لغايه ما اوصل الجراوند، يلا بينا. بس احط الكارت دي عشان ما يتلخبطش، بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. ما تنساش الانترنال، تمام. هاخد السيريس مع اللي جنبها، فهخلي دي 6، احط الكود بوزيتيف نيجاتيف، يلا بينا. يبقى وانا ماشي من عند اكس، اول حاجه هقابلها نيجاتيف 12 في 0.8، لان الاي 1 ب 0.8 اهو، كنا حاسبينه من شويه اهو، تمام كده. انا مشيت كده خلاص اهو، مشيت فوق كده، عديت على نيجاتيف 20، اكتب نيجاتيف 20. بعد كده عديت على بوزيتيف 6 في 0.6، بوزيتيف 6 في 0.6. نكتب بقى الكلام ده كله، نيجاتيف نيجاتيف 12 في 0.8 ماينس 20 بلس 6 في 0.6، طلع لك الكالكليتر نيجاتيف 26. خلاص يبقى هي نيجاتيف 26، اللي هي 26 فولت يعني. طيب هنا بيقول لي انا عايز الريدنج بتاعت الاميتر وبتاعت الفولت ميتر. الاميتر اكنك اصلا مش شايفه، جهاز اكنك مش شايفه والله خالص. بس فانت فين الاتجاهات يا مستر؟ ما انت اللي هترسمها. انا هخلي ده مثلا خارج كده اسمه اي 3، هخلي ده ماشي كده اسمه اي 2، وهخلي ده ماشي كده اسمه اي 1، وابدا اطبق برضو كي سي ال. كي سي ال يلا بينا. كي سي ال عند النقطه دي، مين داخل؟ اي 1. مين تاني؟ واي 3. مين خارج؟ اي 2. يبقى اي 1 ماينس اي 2 بلس اي 3 ايكوال 0. كل اللي عملته اني دخلت الاي 2 جوه بالنيجاتيف كده. دي ايه؟ اول معادله. خلاص اول معادله جبناها. هحط البولاريتي بس عشان ما انساهاش، معلش. بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف. يلا هبدأ اخد مثلا لوب فوق، هبدأ من النقطة الحمراء دي كده سميها مثلا ايه، وهلف كلوك. ده اللوب اللي فوق اللي هو المثلث اللي فوق ده. اول حاجة هتقابلني نيجاتيف 3 اي 1 بلس 50 ماينس 3 اي 1 بلس 10 ماينس 5 اي 2 ايكوال 0. نرتب الايكويشن، نيجاتيف 3 اي 1 ونيجاتيف 3 اي 1 نيجاتيف 6 اي 1 ماينس 5 اي 2. كده انا خدت ده وخدت ده وخدت ده. طب بوزيتيف 50 بلس 10 ب 60، ودي الناحيه الثانيه نيجاتيف 60. دي كده تاني ايكويشن. نيجي بقى للمستطيل اللي تحت خالص ده. يلا هبدا من نفس النقطه والف ازاي؟ والف كلوك. اول حاجه تقابلني 5 بوزيتيف 5 اي 2 ماينس 10 ماينس 20 ايكوال 0. ايه ده؟ ما ظهرليش يعني الاي 3؟ طبعا ما ظهرلكش، لان مفيش اي مقاومه تحت فما ظهرلكش اصلا. يبقى دي معادله رقم 3. لا لسه، ما انا لازم اوديها الناحيه الثانيه عشان تبقى ايكويشن. يبقى ايكوال 0، وادي الارقام الناحيه الثانيه، يبقى 5 اي 2 ايكوال 30. دي كده معادله رقم 3. بس عندي 3 ايكويشن اكتبهم على الكالكوليتر، هيطلع لك اي 1 واي 2 اي 3، تمام. هيطلع لك ايه؟ اي 1 واي 2 اي 3. ماشي، هيطلع بكام؟ هيطلع يا سيدي ماشي، احسبها لك انا مش مشكله، احسبها لك تاني، نحسبها هنا تاني. يلا مود 5 2 1 نيجاتيف 1 1 0، بعد كده نيجاتيف 6 نيجاتيف 5 0 نيجاتيف 60، بعد كده 0 المعدل رقم 3. اي 1 مش موجود فاكتب 0، اي 2 ب 5، اي 3 مش موجود 0، الرقم اللي بعد ايكوال 30. هيطلع لي اي 1 5 امبير، اي 2 6 امبير، اي 3 1 امبير. خلاص طلع لي القيم بتاعته. انا بصراحه بحل معاك السؤال ده عشان كلمه هات لي الفولت ميتر ريدنج، لان انت فاكر بدايه المساله. بص الفولت ميتر كان فين؟ متوصل ما بين النقطه دي A مثلا والنقطه دي B، اعمل ايه؟ امشي من الA للB. فاكر الكهرباء كانت ماشيه ازاي؟ انا كنت قايل لك ان هي ماشيه كده، هي كانت طالعه من هنا كده وماشيه كده، يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، وهنا كنت قايل انها ماشيه كده. اوكي، يعني البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا،
وقيمهم معانا. همشي من الال بي ناحية اليمين، يعني همشي كده. يعني استنى اجيب قلم مختلف واوريها لك. همشي كده، بص كده اهو. ممكن واحد غيري يمشي كده من الشمال، الاتنين صح والاتنين نفس العنصر. تعالى نمشي من اليمين مثلا. اول حاجة هتقابلك نيجاتيف 3 اي 1. اي 1 بكام؟ بخمسة. بعد كده قابلتك ايه؟ الباتري، بوزيتيف الباتري، دي بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى بوزيتيف 10 ايكوال كام على الكالكوليتر؟ هيطلع معاك نيجاتيف 5 فولت، اللي هي 5 فولت يعني. طيب ممكن امشيها من الناحية التانية من هنا كده. يلا اول حاجة تقابلني نيجاتيف 50، ها بلس 3 في 5 بلس 5 في 6، هيطلع معاك طبعا نفس العنصر. نيجي للسؤال اللي بعده برضو مباشر، عايز منك في بي 1 وفي بي 2 والبوتنشال ما بين الاي والبي. هي يمكن غلطة الاي بي مش مرسومة، بس هحاول برضو اشوفها لك. طيب لا، هي سي بي مش اي بي اصلا، هي سي بي، ومسمي دي السي ودي البي، او دي البي ودي السي، مش هتفرق كتير يعني. تعالى بس الاول نحل السؤال كده. انا عندي طبعا الكرنت هنا ب 1.4، يبقى هنا البوزيتيف والنيجاتيف عشان هو ماشي من الشمال لليمين، ماشي كده. وده البوزيتيف ده النيجاتيف، هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف، هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف. بس الكرنت اللي في الاخر ده مش معايا، الكرنت الفرع الاخير ده مش معايا. طب ما انت معاك ان النقطة دي داخل لها 1.4 وخرج منها حاجتين، ال 0.8، يعني ممكن اقول ان الكرنت هنا ماشي كده. تعالى خليه طالع مثلا عادي، خليه طالع اسمه I2. يبقى مين داخل؟ ال 1.4. مين تاني؟ ال I2. بقوا كام؟ I3 اللي هو ب 0.8. هيبقى كده ال I2 بكام؟ نيجاتيف 0.6. يبقى 0.8، تأكد بس، 0.8 minus 1.4، 0.8 minus 1.4 negative 0.6، negative 0.6. يبقى هو ماشي ازاي الكرنت ده؟ يبقى الكرنت ده مش طالع، ده يبقى راجع بقى. طالما طلع معايا بالنيجاتيف يبقى هو اصلا راجع، ممكن تسيبه نيجاتيف وتكمل بيه، ممكن تعدله وتشتغل بيه مظبوط. يبقى هو راجع كده وقيمته 0.6. نحط البلاريتس بتاعتنا بقى، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، وهناك كاتبينهم خلاص. بس في مشكلة، واخد بالك ان هنا في انترنال وهنا كمان في انترنال؟ فاكر كنا بنعمل فيهم ايه؟ باخدهم سيريس مع اللي جنبهم، باخدهم سيريس مع اللي جنبهم. يعني دي مش 4 دي 5 واشطب ده، ودي مش 4 دي 5 ونشطب ده. يلا نشوف بقى هو عايز ايه. عايز في بي 1 وعايز في بي 2. عشان اجيب في بي 1 هاخد لوب هنا كلوك وايز، هبدأ مثلا من النقطة الحمراء اللي هي دي والف كلوك. يلا اول حاجه هتقابلني بوزيتيف 10 في 0.8، بعد كده نيجاتيف في بي 1، بعد كده بوزيتيف 5 في 1.4 ايكوال كام؟ 0. شيفت سولف على الكالكليتور هتطلع معاك في بي 1 وتشوف قيمتها كام. هتطلع معاك في بي 1 15 فولت. طيب اخد لوب الناحيه التانيه برضه، هبدأ من النقطة الحمراء اللي في كلوك. فأول حاجة هتقابلني بوزيتيف 5، سوري 5 في 0.6 بلس في بي 2 ماينس 10 في 0.8، لأن أنا ماشي كده طالع فوق كده، تمام. طيب ايكوال كام؟ ايكوال 0. هتكتبها على الكالكليتور هيطلع معاك في بي 2 5 فولت. ايه المعادلة اللي بعدها؟ برضه بس فيها انا ما حلتش هنا حاجة صح؟ هنا عايز البوتنشال بس ما بين ال اي بي، خلاص اي في ار. ما هو انت عايز البوتنشال بين دي، تعالى نسمي دي اي ونسمي دي بي مثلا، او سي وبي مش تفرق. هو عايز الاي ار، الفولت هنا اي في ار، يبقى 0.8 في 10 هيطلع معاك 8. هنا برضه دي البي او دي الاي ودي البي، تمام. هي بس غلطة مش باينة.
مش مكتوب اصلا. طب ايه؟ طيب هنا عايز الفي بي وعايز الاي. تعال نشوف كده ايه اللي معانا اصلا. انا معايا ان الكرنت هنا ب 0.8 امبير، ده الفرد على الشمال. الباتري دي مش معانا وهو عايزها، ليها انترنال بون. بيقول لي الفي اي بي ب 5، يعني الفولت في المنطقه دي كلها ب 5، يعني ولا الاي ولا الار معاك. هو قالك ان هنا بس ب 5. اوكي، والاي 3 برضو مش معايا. طب انا ممكن بس اعيد رسمها عشان هي شكلها يعني بايخ شويه. هقول ان هنا في باتري اهي قيمتها في بي، ما اعرفهاش. الاربعه دي مع الاربعه دي، او سوري مع الخمسه دي مع الواحد الانترنال، كلهم سيريس، يعني الجنب الشمال ده كله سيريس. فهجمعهم هيطلع معايا 10. يبقى هرسم ان هنا في 10 معدي فيهم كام؟ 0.8 امبير. طب وفي النص مش معايا ولا الاي ولا الار، بس معايا ان عليهم 5 فولت، وده البوزيتيف ولا النيجاتيف لان الكرنت اصلا نازل. قيمته اي معرفهاش. وهناك الواحد والواحد والتلاتة هرسمهم ب 5، كلهم سيريس مع بعض، معدي فيهم كرنت كده اسمه اي 3، بين البوزيتيف وهنا النيجاتيف، وادي البدري اللي هي 3.5 فولت. كده المسألة بقت لحد ما ملمومة شوية. طب ما انا لو خدت لوب هنا هجيب الفي بي صح ولا ايه؟ تعال نشوف. نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف، ودي محطوطة بوزيتيف نيجاتيف لان الكرنت نازل. هبدأ من عند النقطة دي والف كلوك، يبقى بوزيتيف 5. خد بالك انك معكش ولا الاي ولا الار في الفرع اللي في النص اللي عليه دايرة حمراء ده، ولا معاك الاي ولا الار، بس معاك ان الفولت فيهم كلهم ب 5. يبقى هكتب بوزيتيف 5 ليه يا مستر؟ بوزيتيف لان الكرنت اصلا نازل، هو ده رسمها لك. يبقى البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. يبقى بوزيتيف 5 ماينس في بي 2 بلس 0.8 في 10 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى ال في بي 2 تطلع معانا كام؟ ده سؤال رقم 13. ال في بي 2 تطلع كام؟ ب 13، ب 13 فولت. طيب عظيم. ايه كمان؟ والله كان عايز مني قيمة الاي، قيمة الاي. طيب ما هو انا لو خدت برضو لوب هنا ولفيت كله كويس هجيب قيمة الاي 3. تعال نشوف. هبدأ من النقطة الحمراء والف كلوك. يلا اول حاجة بوزيتيف 5 اي 3 بوزيتيف 3.5 ماينس 5 فولت ايكوال 0. هيطلع معاك ان الاي 3 قيمته 0.3 امبير. يبقى انت كان معاك هنا، استنى بقى امسح الكلام اللي فوق ده، يبقى انت معاك هنا ان الكرنت هنا ب 0.8 وهنا ب 0.3، يبقى اكيد اللي هنا بكام؟ الباقي اللي هو 0.5 امبير. يبقى احنا جبنا الكرنت ب 0.5 امبير. طب وقيمه الريزيستنس اجيبها ازاي؟ الار في على اي، الفولت هو اللي ب 5 والاي 0.5، هيطلع معاك 10 اوم. ده في حاله يعني لو كان طالبها. هنا بيقول لي السيركت دي بارت اوف ان الكتريك سيركت، عايز البوتنشال من اكس لواي وعايز الفي بي 2. طيب انا عندي هنا ايه؟ 4 امبير ماشيين كده، في فوق 3 امبير، يبقى اكيد تحت في كام؟ اكيد تحت في 1 امبير. حط الساين بتاعتنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، والباتريز معروفه بوزيتيف يعني كده تحت بوزيتيف نيجاتيف، وهنا نيجاتيف بوزيتيف. يلا هاخد لوب هنا مفيش غيره علشان اعرف احسب قيمه الباتري. هبدا من عند النقطه دي والف كلوك. اول حاجه هتقابلني بوزيتيف 3 في 4، بعد كده ماينس 1 في 1 ماينس في بي 2 ايكوال 0. هيطلع معاك ال في بي 2 ايكوال كام؟ 12 ماينس 1 11، هيطلع 11 فولت. طب ما تجيب لي بوتنشال من اكس لواي، يعني امشي من اكس لحد واي. هطلع مثلا من فوق، همشي من فوق كده، همشي كده 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 كده. يلا هبدأ من عند اكس. اول حاجة هتقابلني بوزيتيف 2 في 4، يبقى انا بجيب حاجة اسمها ايه؟ في اكس واي ايكوال بوزيتيف 2 في 4، بعد كده بوزيتيف 3 في 4، بعد كده ماينس 14 اللي هي دي،
بعد كده بوزيتيف 4 في 1. ايه يا مستر 4 في 1 دي؟ ما هو الكرنت كان هنا باربعة امبير، اتقسم حبة فوق بتلاتة وحبة تحت بواحد، هيرجع هنا يتجمع تاني ويخشوا فين؟ ويخشوا هنا كده، هيبقى دي واحدة، يبقى هيتجمعوا تاني 3 امبير تخش كده والواحد امبير يخش كده، يبقى هنا معدي 4 امبير تاني، يبقى 4 في 1. كل ده ايكوال كام؟ هيطلع معاك الكالكليتر 10. ماشي، الفكرة بتاعت التسمية اللي قلنا عليها هنا بيقول لي البطارية مش معاك، الـ IX مش معاك، ولا الكرنت اللي هنا معاك، والباتري دي قيمتها 3 من الكرنت ده، يعني الكرنت ده لو ب2 يبقى دي 3 في 2، فاهم؟ مديها لك ان ترم اوف الاي اكس، الفي دي اللي هي فولت، يعني كأنك مش شايفها يا سيدي اهو، كأنك مش شايف ب3 اي اكس وخلاص، تمام. طب اعمل ايه؟ تعال نشوف. اول حاجة انا عندي كي سي ال، نمسك النقطة دي كده، داخل لها اي اكس، داخل لها 2 امبير، يبقى هنا ممكن اسميها اي اكس بلس 2 امبير. دي اول طريقة، يبقى انا جبت الكرنت هنا ولا لا، وجبت ان هو مش كده. طيب اعمل بقى ايه عشان اجيب ال في بي 2 اللي هو عايزها، او الاي اكس اللي هو عايزها؟ والله لو انت خدت لوب هنا مش هتوصل لحاجة، لأن الـ IX مش معاك ولا البطارية دي معاك، وانت لما تاخد لوب هنا هيظهر لك الاتنين، فمش هينفع. طب ولو اخدت لوب هنا هيظهر لك برضو الـ IX وهيظهر لك البطارية دي اللي هي اصلا مش معاك. يبقى الحل ان انا امشي منين؟ ان انا امشي من بره خالص. يبقى الحل ان انا امشي من بره خالص، يعني عرفت ان الكرنت هنا اسمه IX بلس 2، تعالى بنحط البولاريتي نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. يلا هبدأ من هنا وهلف كلوك، هلف كده. أول حاجة هقراها نيجاتيف 8 بلس 6 اي اكس بلس 3 في اي اكس زائد 2 بلس 3 اي اكس اللي هي بتاعت الباتري، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. زي ما هي كده، شيفت سولف على الكالكليتر، أو هنعملها مانيولي كده، بلس 6 اي اكس بلس 3 اي اكس بلس 6، لان انا هدخل ال 3 دي جوه هنا كده، بلس 3 اي اكس ايكوال 0. جمع كله مع بعض، 6 اي اكس و3 اي اكس، 3 اي اكس 12 اي اكس، يبقى 12 اي اكس. نيجاتيف 8 بوزيتيف 6 يبقى نيجاتيف 2، تروح الناحية التانية تبقى 2، يبقى الاي اكس بكام؟ 1 على 6 امبير. ده كده الاي اكس. طيب نيجي بعد كده نمبر 16. نمبر 16 طالب مني ال في بي 2 اللي هي الباتري دي، اللي هي لا مش دي، دي بقى ان ترم اوف مين؟ ان ترم اوف الكرنت اللي هنا، يعني الكرنت اللي اسمه اي دي ب2 اي، يعني الكرنت ده لو كان ب2 يبقى دي ب4. طيب تعالى نشوف هنعمل ايه، تعالى نطبق كيس ال برضه. حاجه عند النقطه دي، مين داخل؟ ال 1 امبير. خرج هنا كام؟ اي، يبقى هنا كام الباقي؟ 1 ماينس اي، تمام صح؟ اه صح، عادي جدا، ممكن تخليها العكس، ممكن تقول انها ماشيه كده مثلا، ان هنا الكرنت خارج من الباتري كده، بس هيبقى اسمه بقى ايه؟ اسمه اي ماينس 1 لو انت عايز تمشي كده. ليه؟ لان طبق كي سي ال عند النقطه دي، الكرنت اللي هنا مش عارف اسمه، هسميه مثلا اي واي مثلا او اي اكس، يبقى الاي ايكوال 1 بلس اي اكس، يبقى الاي اكس اي ماينس 1، يبقى الكرنت اللي هنا اسمه اي ماينس 1. خلاص ماشي، يلا بينا. يبقى انا هفترض الاول الكرنت انا طالع كده، وعرفت خلاص ان اسمه اي ماينس 1. عظيم، حط البولاريتيز نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، مفيش اي انترنالز. انت عايز مني يا عم؟ عايز في بي 2. تعال نشوف في بي 2، هل لو انت اخدت لوب هنا هتحسب مين؟ والله
معايا الفي بي باتري مش معايا والاي مش معايا، يبقى تو انون مش هينفع. طب لو اخدت اللوب ده، لو اخدت اللوب ده هحسب قيمة الاي لان هو الوحيد اللي مش معايا. طب لو مشيت من بره خالص برضه مش هينفع لان الباتري مش معاك والاي مش معاك. يبقى انا مجبر ان انا اعمل ايه، اخد لوب هنا عشان احسب قيمة الاي. هبدأ من هنا والف كلوك. يلا بينا. اول حاجة بوزيتيف 5 في اي ماينس 1، بعد كده بوزيتيف 10 اي، بعد كده ماينس 2 اي ايكوال 0. شيفت سولف على الكالكولتر زي ما هي، هيطلع معاك الاي بكام؟ هيطلع معاك الاي في النمبر 16 هيطلع الاي ب 5 اوفر 13. تعالى نعملها برضو، 5 اي ماينس 5 بلس 10 اي ماينس 2 اي ايكوال 0. 5 اي و10 اي و2 اي ماينس 2 اي 10، 5 اي و10 اي 15 اي، 15 اي ماينس 2 اي 13 اي، 13 اي ايكوال 5. يبقى الاي ايكوال 5 على 13. فعلا كده جبنا مين؟ جبنا الاي. طب ما الفي بي 1 بتساوي 2 اي، يعني 2 في 5 على 13 يعني 10 على 13. طب ده هو عايز البتري التانية اصلا. يا عم سهل، ما احنا كده كده جبنا قيمة الاي. يعني انا ممكن اخد لوب هنا واجيب قيمة الاي، هبدأ من النقطة الزرقاء والف كلوك. هيبقى عندي بوزيتيف في بي 2 ماينس 10 في اي، الاي بكام؟ 5 اوفر 13 ايكوال 0. نودي الناحية التانية، يبقى ال في بي 2 ايكوال 50 اوفر 13 فولت. نيجي لنمبر 17. نمبر 17 بيقول لي ان هنا في 2 امبير، دخل هنا هاف امبير، يبقى اكيد هنا في كام؟ الاي ده قيمته كام؟ الباقي اللي هو كام؟ 1.5 امبير. نحط البولاريتي، ها بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. هنا الكرنت طالع، خد بالك 2 امبير، يبقى بوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. الباتريز معروف، الشرطه الصغيره نيجاتيف والشرطه الكبيره بوزيتيف، الصغيره نيجاتيف والكبيره بوزيتيف، بس هو كاتب لي جنبيها 1 امبير. خلاص اخدها سيرسم اللي جنبها، يبقى دي مش واحد اشيلها خالص، ودي مش اربعة خليها خمسة، اشيل واحد، دي مش تلاتة واخليها اربعة. خلاص نشيل بس الكلام ده عشان ما اتلخبطش، اهو همسحها خالص عشان ما اتلخبطش، شكل الرسمة يبقى انضف شوية. يلا بينا. طالب مني بقى يا سيدي البوتنشال بين ايه والبي، سهل، فين الايه وفين البي؟ برضو غلطة مبقاش يا شباب، دي النقطة A ودي النقطة B. همشي من ال A ل B، همشي من ال A ل B مثلا من الفرع اللي في النص. ايه ده، بس انا معيش ال V B اصلا، مش هينفع من الفرع اللي في النص. طب من الفرع اللي على اليمين، ما انت برضو معكش ال R، مش هينفع. يبقى انا مجبر امشيها ازاي؟ مجبر امشي كده من الطريق اللي على الشمال خالص. يلا بينا. يبقى ال V A B equal negative 5 في 2، ده اولها، بلس 12 ايكوال، نحسب على الكالكليتر هيطلع 2 فولت. كده خلاص ايه، حسبنا ال في اي بي. طيب ماشي، نيجي بعد كده نجيب ال في بي نفسها بقى. خلاص انا ممكن اخد لوب هنا، هبدأ من النقطة السوداء دي الف كلوك اجيب قيمة ال في بي. يلا بينا. اول حاجة تقابلني نيجاتيف 12 بلس 5 في 2 بلس 1.5 في 4 ماينس في بي ايكوال 0، هيطلع معاك الفي بي ايكوال 28. طب ما انا عايز قيمة الار، عادي جدا هاخد لوب هنا اجيب قيمة الار. هبدأ من النقطة الحمراء اللي فوق دي، هلف كلوك واجيب قيمة الايه الار. اول حاجة هتقابلني بوزيتيف نص في ار بوزيتيف ال في بي بقى اللي احنا لسه جايبينها، ما انا همشي كده، فهيقابلني بوزيتيف ال في بي، يبقى بوزيتيف 28 ماينس 1.5 في 4 ايكوال 0. شيفت صلب على الكالكليتر هيطلع معاك الار ب 44. طلعت معاك نيجاتيف 44 برضه، عادي مفيش مشكله. نيجي لنمبر 18. نمبر 18 فايند في بي 2 ان ذا الستريتد سيركت.
عايز قيمة الفي بي 2 اللي هي ان ترم اوف ايه؟ ان ترم اوف لاي اكس. يعني هو اكنه بيقول لي احسب لي اصلا قيمة الاي اكس. طيب تعال نشوف. ممكن اقول ان الكرنت اللي خارج من هنا مثلا اسمه اي 1، والكرنت اللي خارج من هنا اسمه اي 2، والاي 1 بلس الاي 2 بقوا هما الاي اكس. دي طريقة ماشي. لو انت بقى خدت لوب هنا هتحسب مين؟ هتحسب الاي 1. تعال نشوف، ادي نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف، والاي اكس اصلا مش هيظهر معاك في اي معادله لان مفيش هنا ريزيستنس. فانا كده بقول ان الاي 1 هو نيجاتيف، هبدا مثلا من هنا والف كلوك، يلا يبقى نيجاتيف 6 بلس 8 اي 1 ايكوال 0. يعني الاي 1 ايكوال 3 على 4. جبنا الكرنت هنا 3 على 4. نفس الكلام الناحيه الثانيه، لو انت خدت لوب هنا هتحسب مين على طول؟ لا هنا في مشكله. انا لو خدت لوب هنا دلوقتي في رقم 2، انا دي مش معايا، ده مش رقم، ده ان ترمو اوف الاي اكس. طيب هو انا ممكن اشيل الاي 2 واكتب مكانها حاجه تانية؟ ينفع. مش انا لسه قايل ان الاي 1 بلس اي 2 ايكوال اي اكس؟ يبقى ممكن اجيب الاي 2 في ناحيه لوحدها، اي اكس ماينس اي 1. يبقى انا ممكن اشيل ده واكتب كام؟ اي اكس ماينس اي 1 عشان اسهل الموضوع على نفسي. يعني جبت قيمه الاي 2 واخد لوب هناك. يلا لوب هناك كده من عند النقطه الحمراء دي، نلف كلوك، حط البلاريتي هنا بوزيتيف نيجاتيف. اول حاجه هتقابلني نيجاتيف 12. الكرنت بكام؟ مش اي 2 بقى، اي اكس ماينس اي 1 اللي احنا جبناه بكام؟ 3 اوفر 4 بلس 4 اي اكس ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى انت كده هتحسب من هنا قيمه الاي اكس. هيطلع بكام الاي اكس ده؟ هيطلع ب 9 على 8 امبير. خلاص كده جبت انت الاي اكس. تعرف بقى تجيب الفي بي 2، لان الفي بي 2 هي 4 من الاي اكس. 4 من الاي اكس، وبالتالي ايكوال 4 في 9 اوفر ال 8 هيطلع معاك كام؟ 4.5 فولت. طيب السؤال اللي بعده، عايز برضو اي 1 وعايز اي 2. اي 1 واي 2 ماشي. تعال نبدأ كده نحط البلاريز عشان نخلص منها. نيجاتيف بوزيتيف بالنسبة للباتريز معروفة. الكارنت اللي هنا ده انا ممكن اقول مثلا انه كان خارج من هنا، لا ده هو اللي هو نازل اصلا، قال ان هو نازل واسمه اي 2، واللي هنا قال ان طالع اسمه اي 1. طيب انا هقول ان الاي 1 ده جه هنا واتقسم، اتقسم دخل هنا مثلا اي 3، واللي هنا بدل بقى ما اسميه اي 4 هسميه اي 1 ماينس اي 3. تمام. نفس القصة اي 2 ده انا يعني هيك كان عندي مين؟ الاي 3 ماشي كده اهو، جه هنا اتقسم لاي 4 والاي 2، او اي 3 ماينس اي 2 برضو ما فيهاش مشكلة. تمام. او ممكن تسيبها زي ما هي اي 4 ما فيهاش مشكلة. طيب تعال نسميها اي 4 زي ما كانت خلاص، مش مشكلة، ما نصعبش الموضوع، هيك كده اسهل بكتير. ونحط البلاريتيز بوزيتيف نيجاتيف، وهنا كرنت نازل بوزيتيف نيجاتيف. انا افترضت انه نازل، انت اللي بتفترض. بص بقى ناخد لوب فين؟ ناخد لوب في المنطقة دي، بس نجيب لون مختلف كده. هاخد لوب هنا كده في الحتة دي. يلا بينا، هبدأ من النقطة البنفسجي دي وهلف كلوك. أول حاجة هتقابلني بوزيتيف 4 اي 4 ماينس 12 ايكوال 0. يعني أنا على طول حسبت ايه؟ الاي 4 بكام؟ ب 3 امبير. دي أول حاجة حسبناها أصلا على طول كده. نفس القصة الناحية التانية في البنفسجي اللي هناك ده كده، لوب هنا كده.
هبدأ برضو من النقطة البنفسجية دي وهلف كلوك، هتلاقي نفسك بتكتب بوزيتيف 3 في 10، سوري بوزيتيف 10 اي 3 ماينس 20 ايكوال 0، يعني الاي 3 هيطلع معاك بكام؟ ب 2 امبير. كده انت جبت الكارنت هنا ب 2 امبير. يبقى تاني كده انا همسح بقى الكلام ده عشان الدنيا لخبطت شوية كده معانا. يبقى انا عندي هنا ايه؟ اي 1، وهنا عرفنا خلاص ان هنا في 2 امبير، وهنا في 4 امبير، وهنا في اي 1 ماينس 2. خلاص. طيب مش انا ممكن اخد لوب في النص هنا في المربع ده اللي انا هقوله بنفسجي دلوقتي واجيب قيمة الاي 1؟ او يا سيدي بلاش، تعالى نقول انك بسميه اي 5 اهو يا عم، اي 5 مش برضه هتعرف تيجي قيمة الاي 5؟ هتعرف طبعا. يلا بينا حط البلاريتيز بوزيتيف ونيجاتيف، هنا بوزيتيف ونيجاتيف، هنا بوزيتيف ونيجاتيف. هلف كلوك من عند النقطة دي مثلا، هلف كلوك اول حاجة هتقابلنا همشي كده، ده كده انا راسمها انتي كلوك لمؤاخذة، انا راسمها انتي كلوك، تعالى نسميها اي 5. وهنمشي مثلا همشي كلوك، يبقى هبدأ من النقطة الحمراء دي كده ولف ايه؟ ولف كلوك، حط البلاريتيز نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. يلا هبدأ من النقطة الحمراء دي ولف انتي كلوك وايز، يبقى نيجاتيف 4 في 3 ها ماينس 2 i5 بلس 2 في 10 يعني 20 ايكوال 0، يبقى نيجاتيف 12 ماينس 2 i5 بلس 20 ايكوال 0، هيطلع معاك الاي 5 بكام؟ ب 4 امبير. يبقى الكرنت هنا بكام؟ ب 4 امبير. يبقى الاي 1 بكام؟ اذا كان الاي 1 اتقسم ل 4 و2 يبقى هو بكام؟ يبقى الاي 1 قيمته كام؟ 6 امبير، ما هو اتقسم ل 2 و4 يبقى هو اصلا 6 امبير. طب بما ان ده 4 امبير جه هنا دخل هنا 3 امبير، يبقى دخل هنا كام؟ 1 امبير. نيجي للسؤال اللي بعده نمبر 20. نمبر 20 بيقول لي calculate the voltage VB2 وال potential difference L42. عايز ال VB2 ازاي اجيب ال VBD؟ الكرنت هنا اصلا ب 3 امبير، ممكن اقول ان الكرنت لما جه هنا اتقسم مثلا ل I وهنا I1 وI2، بس عشان نقلل عدد الانونز يبقى هسميها هنا 3 ماينس 3 ماينس اي، يبقى هكتب هنا 3 ماينس اي. الباقي بتاعه حط البلاريتيز بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. خلاص تمام. انا عايز مين؟ انا عايز البتر اللي في النص. طب وانا لو خدت اللوب في اليمين هنا هعرف؟ لا. ليه لا؟ لان الاي مش معاك ولا البتري معاك. طب ولو اخدت لوب ناحيه الشمال، لوب هنا برضو مش هينفع لان الاي مش معاك والفي بي مش معاك. طب ولو اخدت لوب بره خالص هجيب قيمه مين؟ قيمه الاي. يبقى انا هبدا من هنا والف من بره خالص، يبقى بوزيتيف 12 ماينس 3 ماينس اي في 10 بلس 8 بلس 40 اي ايكوال 0، هيطلع معاك الاي بواحد على 5 امبير. ابدا بقى اخد لوب يمين او لوب شمال عشان اجيب قيمه الفي بي. انا مثلا هاخد لوب يمين، لوب يمين وهبدا من النقطه الحمراء اللي هنا دي سميها ايه؟ هيبقى عندي النيجاتيف في بي بلس 8 بلس 40 اي، والاي جبناه بواحد على 5 ايكوال 0، هيطلع معاك الفي بي بكام؟ ب 16 فولت. طب وبعد كده عايز مني ايه؟ البوتنشال ديفرنس اللي في ال 40 اوم، ما خلاص ال اي في ار هيطلع برضو 8 فولت. نيجي على 21. 21 بيقول لي انسى الستريت سيركت، عايز كرنت اي 1 كرنت اللي فوق خالص دوت، وعايز كمان قرايه الفولت ميتر. طيب تعالى نجرب كده نعمل اناليسز بسيط وظريف.
دلوقتي انا عارف ان الكارنت هنا 200 امبير، يعني هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. انا عايز الاي 1. الاي 1 ده استحيل من كي سي ال، لان ده اصلا ماكش كارنت ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في اي حته غير الكارنت تحت. طيب ايه رايك لو انا اخدت لوب بره خالص، هعرف احسبه ولا لا؟ طبعا هعرف. ليه؟ لان مفيش غيره هيقابلني حاجه معرفهاش. تعال نبدا من هنا ونجرب. هيقابلك بوزيتيف 5 اي 1، وهيقابلك بوزيتيف 1 في 10، وهيقابلك الماينس 40، بس كده ايكوال 0. يبقى الاي 1 بكام؟ 10 ماينس 40 نيجاتيف 30، تروح الناحيه الثانيه يبقى 30. يبقى الاي 1 بكام؟ ب 6 امبير. طلع معاك ان الكارنت هنا ب 6 امبير. طب ال 6 امبير دي وهي ماشيه لما تيجي هنا ازاي بقت 10؟ اكيد كان في كارنت جاي من هنا ب 4 امبير. تمام. طيب ايه كمان؟ الكارنت جه هنا حصل له ايه؟ اتقسم حبه هنا وحبه هنا. تقدر تاخد لوب هنا وتجيب لي الكارنت هنا كان بكام؟ اه طبعا، لان مفيش غيره ما اعرفوش. يبقى هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ونبدا ناخد لوب هنا لوب رقم 2. يلا هبدا من نفس النقطه الزرقاء دي. يبقى اول حاجه بوزيتيف 3 في اي، هسمي الكارنت هنا مثلا اي ما اعرفوش. بعد كده بوزيتيف 2 في 4 ب 8. بعد كده بوزيتيف 1 في 10 ايكوال كام؟ ايكوال 0. خلاص يعني 8 و10 18. نروح الناحية التانية بكام؟ 8 و10 18. يروح الناحية التانية نيجاتيف 18 على 3. يبقى الاي بكام؟ بنيجاتيف 18 على 3 نيجاتيف 6 امبير. يبقى الكارنت اللي ماشي في ال 3 اوم بنيجاتيف 6 امبير. خلاص عرفت ان الكارنت ده نيجاتيف 6 امبير. طيب نيجاتيف 6 امبير طلع كده، اجمع عليها كام عشان تديني 4؟ يعني نيجاتيف 6 بلس كام تديني 4؟ نيجاتيف 6، تعال نشوف، تعال نسميها مثلا اي 2. يبقى الاي 2 لما اجمعها على نيجاتيف 6 عايزه تديني 4، يبقى الاي 2 بكام؟ ودي الناحيه الثانيه هيطلع الاي 2 ب 10 امبير. جبت انت الاي خلاص. طب ما هو عايز اريت الفولت ميتر، ما الفولت ميتر اي في ار، يعني 10 في 2.2 ب 22 فولت. مش عاجبك الطريقه الكتير دي؟ خلاص انا كان ممكن اصلا من الاول اخد لوب هنا اصلا واجيب الفي على طول. طيب 22 22 هقول لك بس البوينتس بتاعتها، انما هي برضو مباشره، برضو نحط البلاريتيز هنا. اي 1 ماشي كده، اي 2 ماشي كده. يبقى هنا في اي ايه؟ اي 3. وادي برضو البلاريتي اهي، هنا برضو ماشي اي 1 بوزيتيف نيجاتيف، لان الاي 1 ماشي كده 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 مكمل لحد فين؟ لحد فوق. فهي مباشره جدا. برضو هتطبق كي سي ال، هيبقى عندك الاي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3، يبقى ماينس اي 3 ايكوال 0. ادي اول معادله. هتاخد برضو لوب هنا ولوب هنا وايه، وتكتبهم على الكالكوليتر، فيطلع لك اي 1 واي 2 واي 3. تعال ناخد لوب فوق، هبدا من اول هنا كده. يبقى بوزيتيف 4 ماينس 2 اي 1 ماينس 4 اي 3 ايكوال 0. نرتب المعادله، يبقى ماينس 2 اي 1 ماينس 4 اي 3 ايكوال نيجاتيف 4. ادي كده المعادله الثانيه. ناخد لوب تحت، هبدأ من نفس النقطة الحمراء دي والف كلوك. يبقى 4i3 ماينس 3 ايكوال 0. كده معايا كام معادلة؟ 3 معادلات. اعرف يجيب i1 i2 i3. لا بس دي اخر واحدة، معلش اخر واحدة هي 4i3 ماينس 3 ايكوال 0، لازم هكملها الأول. يبقى 4i3 ايكوال 3. بس دخل التلات معادلات على الكالكليتر، يطلع لك اي 1 واي 2 واي 3. نيجي لاخر سؤال هنا ظريف قوي، ان هو بيقول لي ان ذا الكتريك سيركت ذا ريدنج اوف ذا اميتر واز 2 امبير. الاميتر ده كان بيقرا كام؟ 2 امبير. ده والسويتش ده مفتوح، والسويتش ده مفتوح. يعني ايه سويتش مفتوح؟ يعني الجنب ده انا مش شايفه، الجنب ده مش معايا، مش موجود. يبقى بالنسبه لي اعرف اجيب مين؟
اعرف اجيب قيمة الاي 1 اللي هي الباتري اي في ار 2 في 4 اللي هما السيريوس ب 8 امبير 8 فولت سوري. يبقى انت عارف ان دي كده بكام؟ 8 فولت. مش احنا عارفين ان الفي بي اي توتال في ار اكويفلنت زائد الار انترنال التوتال ب 2 امبير، الار اكويفلنت ب 4 والانترنال بزيرو، هيطلع معاك 8. يبقى انت كده عرفت ان قيمتها بكام؟ ب 8. عايزين بقى نقفل السويتش ونحسب قيمة الاميتر تاني. طبعا هتبقى سهلة خالص، انك بعد ما تقفل السويتش عادي بقى عندك ايه، واحدة كي سي ال واتنين كي في ال عادي جدا. هاجي هنا اطبق كي سي ال، مين رايح للنقطة اي 1 خرج مين اي 2 والاي 3، يبقى الاي 1 ماينس الاي 2 ماينس الاي 3 ايكوال 0. دي كده ايه اول معادلة. هاخد لوب في الناحية دي، هاخد لوب الناحية دي، لوب نمبر 1 حط بس البولاريتي بتاعتنا، يلا هبدأ من نفس النقطة الحمراء الف كلوك. يبقى نيجاتيف 5 بلس 3 اي 3 ماينس 2 اي 2 ايكوال 0. يبقى نيجاتيف 2 اي 2 بلس 3 اي 3 ايكوال 5. كده المعادلة رقم 2. ناخد لوب رقم 2 اللي على الشمال، نحط البلاريتيز، يلا الف كلوك، هبدأ من نفس النقطة الحمراء والف كلوك. يقابلني برضو 2 اي 2 ماينس 8 بلس 2 اي 1 ايكوال 0. نرتب المعادلة، يبقى 2 اي 1 بلس 2 اي 2 ايكوال 8. دي كده معادلة رقم 3. نكتبه مع الكالكوليتر، 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0. المعادلة التانية 0 نيجاتيف 2 3 5. المعادلة الأخيرة 2 2 0 8. هيطلع معاك ال اي 1 ب 3.125 امبير، ده اللي هو الاميتر ريدنج، وهيطلع الاي 2 0.875 امبير، وهيطلع الاي 3 ب 2.25 امبير.